السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر بطرق سريعة بسيطة وسهلة. بداية أدعوك أيها المشاهد الكريم أن تدعمنا بالضغط على الزر الأحمر الموجود في الأسفل للاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد في القناة، وشكرا جزيلا على كل ذلك. إذن مشاهدينا الكرام، درس اليوم يتعلق بلي بريبوزيسيون. لي بريبوزيسيون في اللغة الفرنسية وباللغة العربية حروف الجر، حروف الجر. إذن لي بريبوزيسيون في اللغة الفرنسية نجد أ ونجد د ونجد دو ونجد او ونجد او. إذن لي بريبوزيسيون هي أ د دو او و او. كيف تستخدم هذه حروف الجر هذه وما معناها في اللغة الفرنسية؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الدرس من خلال أخذ أمثلة على كل بريبوزيسيون. إذن le premier préposition c'est a، يأتي في اللغة الفرنسية بمعنى عند، ويأتي بمعنى ب، ويأتي بمعنى إلى. إذن ثلاث معاني لأ le préposition a في اللغة الفرنسية. إذن مثال حول المعنى الأول، يمكن أن نقول لينا vient à Ryan pour jouer. لينا vient à Ryan pour jouer. بمعنى باللغة العربية لينا أتت عند ريان للعب. آ هنا أتت بمعنى عند. مفهوم؟ بالنسبة للمعنى الثاني، يمكن أن نقول أمين إكاريم جو على بال. أمين إكاريم جو على بال، بمعنى باللغة العربية أمين وكريم يلعبان بالكرة، يلعبان بالكرة. إذن آ هنا أتت بمعنى ب. أما المعنى الثالث فيمكن أن نقول viendras-tu à la piscine؟ viendras-tu à la piscine؟ بمعنى ستأتي إلى المسبح، ستأتي إلى المسبح. إذن آ هنا لو بريبوزيسيون آ أتى بمعنى إلى، إلى. مفهوم؟ إذن نمر إلى لو دوزيام بريبوزيسيون. لو دوزيام بريبوزيسيون سي دو. دو ويأتي بمعنى في وبمعنى ب وبمعنى من. إذن كذلك لو بريبوزيسيون دو لديه ثلاث معاني في اللغة الفرنسية. إذن بالنسبة للمعنى الأول نأخذ مثال جمال نو ريان فير دو سا جورني. جمال نو ريان فير دو سا جورني، بمعنى جمال لا يفعل شيئا في يومه. جمال لا يفعل شيئا في يومه، ودو هنا أتت بمعنى في. مفهوم؟ بالنسبة للمعنى الثاني يمكن أن نقول كريم سيدي دو سي جامب. كريم سيدي دو سي جامب، بمعنى هو يساعد بساقيه، بمعنى كريم يساعد بساقيه. مفهوم؟ إذن دو هنا أتت بمعنى بي، دو سي جامب بساقيه. مفهوم؟ المعنى الثالث نقول je viens de Tokyo. je viens de Tokyo، بمعنى أنا أتيت من طوكيو. يمكن أن نستخدم دو بمعنى من، أنا أتيت من طوكيو. مفهوم؟ le troisième préposition لدينا دي. دي ودي في اللغة الفرنسية دي هو يعوض دو لو في الأصل. في الأصل
يجب أن نكتب في الجملة de le، لكن هذه الكتابة تعتبر خاطئة، لذلك نكتب de. مفهوم؟ préposition de. ويأتي أو تأتي de بمعنى من ال، من ال، de le، من ال، لكن تكتب de. مفهوم؟ إذن المثال الأول يمكن أن نقول La maison est loin des commerces. La maison est loin des commerces. بمعنى المنزل بعيد من المحلات. المنزل بعيد من المحلات. إذن دي هنا أتت بمعنى من ال. من ال. مفهوم؟ مثال آخر نقول Il vient des États-Unis. Il vient des États-Unis. بمعنى هو أتى من الولايات المتحدة. إذن هنا دي أتت بمعنى أيضا من ال، من ال، des États-Unis، من الولايات المتحدة. مفهوم؟ مثال آخر، مثلا le soleil se lève de l'autre côté des montagnes. Le soleil se lève de l'autre côté des montagnes. بمعنى نقول تشرق الشمس من الجانب الآخر من الجبل، من الجبال. تشرق الشمس من الجانب الآخر من الجبال. إذن د هنا أتت بمعنى من ال. إذن le quatrième préposition نجد او في اللغة الفرنسية بمثابة préposition هي تعوض ALE ALE أي أن نكتب ALE نكتب O والكتابة الصحيحة هي O وO هو préposition في اللغة الفرنسية يأتي بمعنى إلى ال إلى ال ALE ALE نأخذ أمثلة مثلا نقول Je vais au cabinet médical Je vais au cabinet médical بمعنى باللغة العربية أنا ذاهب إلى الطبيب هكذا أنا ذاهب إلى الطبيب إذن أو أتت بمعنى إلى ال إلى ال مثال آخر veux-tu venir au marché avec moi veux-tu venir au marché avec toi Veux-tu venir au marché avec moi? وذلك بمعنى هل ستأتي معي إلى السوق؟ إلى السوق هنا أو أتت بمعنى إلى ال إلى السوق أو مارشي مفهوم؟ مثال آخر نقول je sors au cinéma avec mes amis je sors au cinéma avec mes amis بمعنى سأذهب إلى السينما مع أصدقائي إذن أو هنا كذلك أتت بمعنى إلى ال مفهوم؟ إذن le dernier préposition c'est O avec AUX O avec AUX تعوض لنا ALE هي في الأصل ALE وتأتي بمعنى في ال أو إلى ال في ال أو إلى ال و le préposition O مع X A U X هو خاص بالجمع خاص بصيغة الجمع سوف نرى الأمثلة المثال الأول Elle va aux urgences de l'hôpital Elle va aux urgences de l'hôpital هو ذاهب إلى المستعجلات بالمستشفى هو ذاهب إلى المستعجلات بالمستشفى إذن أو هنا تعوض لنا إلى ال إلى ال وهي خاصة بالجمع المستعجلات هي كلمة أتت في صيغة الجمع مفهوم مثال آخر نقول vous allez se voir vous avez se voir
بمعنى أنتم تذهبون غالبا إلى القاعات. إذن أو هنا أتت بمعنى إلى ال، وفي صيغة الجمع هال أتت في صيغة الجمع القاعات. مفهوم؟ مثال آخر يمكن أن نقول Nous vivons aux Maldives. Nous vivons aux Maldives. بمعنى نحن نعيش في المالديف. وكلمة المالديف هي كلمة أتت في صيغة الجمع، إذا نستخدم بريبوزيسيون أو. مفهوم؟ إذا بهذه النقطة ينتهي درس اليوم. إذا كانت لديكم أي استفسارات اتركوها لنا في التعليق. إلى ذلك الحين أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.